نادور المغرب الرابح هو الكتاب اللي بغينا نقدموه في المعرض معرض الكتاب بمدينة الرباط، معرض الكتاب الوطني. علاش بغينا نقدموه اليوم؟ لأنه اليوم هو الحفل ديال الكتاب على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. فاحنا اعتبرنا أنه هذا الكتاب اللي كيتكلم على المؤهلات ديال الناظور، على المشاريع ديالو، على الماضي ديال الناظور، الحاضر ديالو، المستقبل ديالو، الطموحات اللي عنده. هاد مجموعة من الأسئلة المطروحة هي أسئلة بسيطة ولكن أسئلة عميقة في آن واحد. فإذا تبين للجميع أنه الناظور غدا بواحد السرعة كبيرة نحو مستقبل مهم جدا هو المغرب الرابح. ساهمت في الماضي في حركة التحرير الوطني، ساهمت كذلك في حركة التحرير المغاربي الإفريقي، معروفة الآن بالمؤهلات ديالها على مستوى البحر الأبيض المتوسط، على مستوى كذلك الأندلس. كان هناك مجموعة من العلاقات القوية على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الثقافة، لأنه اقتصاد بدون ثقافة ما عندوش المردودية المطلوبة، والثقافة بدون اقتصاد ما عندهاش المستقبل اللي يكون عندها. مثلا كاين مجموعة الحوايج اللي بيناهم لأول مرة، مثلا كل ما يهم لي بيجو لا خويرية، الريفية، كل الإبداع اللي كيتعلق بلا بيجوتري الريفية موجود في هذا الكتاب، واللي واحد العدد ديال الصور ديالو ما معروفاش دوليا. فإذن لأول مرة باش هادشي تنشر. كذلك بعض الملامح ديال التاريخ القديم والتاريخ المعاصر، الدور ديال الناظور في حركة التحرير الوطني كما قلت قبيلة، واحد مجموعة ديال الأشياء اللي كتهم كذلك الأمازيغية والنضال اللي قامت به الناظور فيما يخص الدفاع عن الأمازيغية والدفاع عن الريفية. وكنظن بأنه هذا الشيء أعطانا نتائج، لأنه واحد العدد ديال المبدعين خداو طريق الدفاع على الجذور، على الأصل، على الهوية العميقة ديال الناظور اللي هي عندها علاقة بالأمازيغية وبالريفية بالخصوص. فإذن هاد الكتاب يعني مهم، فيه تحليل عميق وفيه صور وفيه مجموعة من الوثائق اللي كتبان لأول مرة. كيف كتعرفوا بأن الوكالة ديال التنمية الأقاليم ديال جهة الشرق اعتمدت منذ الإحداث ديالها في 2006 على إصدار الكتوبة، خاصة اللي كيتسموا الكتوبة الجميلة اللي كتعتمد بزاف على الصور، وهذا من أجل التسويق الترابي والتعريف بالأقاليم ديال الجهة على الصعيد الدولي. وكنا بدينا من الجنوب، صدرنا واحد الكتاب الأول ديالنا اللي هو في جيج، وصدرنا على مناطق أخرى، وجات الفكرة ديال الجهة الشرق والعلاقة ديالها مع البحر. درنا عليها تاية واحد الكتاب لوريونتال إلى ميديتراني، ومن بعد هزينا الناظور كعاصمة حاليا اقتصادية ديال جهة الشرق، واللي غادا تولي ان شاء الله القاطره ماشي غير ديال الجهه الشرق، حتى ديال الجهه ديال فاس والجهه ديال الحسيمه. وخرجنا هذا الكتاب هذا جديد اللي سميتو الناظور مغرب ناجح،
علاش؟ لأن المؤهلات ديال الناظور وذلك الطريق اللي غدا فيها الناظور من نهار عطى جلالة الملك الله ينصره في 2003 الخطاب ديال المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، الناظور عرفات واحد القفزة كبيرة واحد تطور كبير عرفاته، وهذا ما كنحسوش به حنا لا الساكنة ديال الناظور لا حنا اللي كنمشيو بزاف الناظور، راه بحال شي بحالي ملي كنمشي واحد اي واحد فينا ملي كيمشي يشوف مرايا كل صباح ما كيبانلوش بانه راه كبر بانه راه شرف، ولكن ملي كيجي شي واحد اخر ويشوفك من بعد واحد العشر سنين تلقى عندك تغيير. اللي كيحس بمدينه الناظور هما الجاليين اللي في الخارج اللي ما كتجيش بزاف، وملي كيدخلوا كيتفاجئوا بالناظور كيفاش تطورات، كيفاش عرفات في واحد ربع سنين خمس سنين ولا عشر سنين وجه اخر، ما بقاش ديك المدينه التقليديه لا من الناحيه الاقتصاديه بحيث بزاف ديال المصانع تخلقات في المدينه ديال الناظور، لا في المجال الاجتماعي وحصل واحد التطور في السوسيولوجيا في العقليه ديال الانسان في انفتاح ديال السكينه لا على الداخل ولا على اوروبا. هذا الكتاب هذا لما انجزناه عرف واحد النجاح كبير، لان عندنا طلبات كثيره كلها بغات تعرف على اشنا هي المؤهلات اللي كتوفر على الناظور من اجل الاستثمار، من اجل التنقل للعيش، من اجل مثلا التكوين، لان حاليا ولات كليه متعدده التخصصات واللي كنشتغلوا باش ان شاء الله تطور تولي في المستقبل القريب جامعه. هذا الكتاب تحدد العلاقه الثقافيه ديال الاقليم، المؤهلات الاقتصاديه سواء من مرشيكا واللي كيعلم الجميع بان السيد مدير عام سي مباركي هو اللي قدم لسيدنا في 2007 المشروع ديال المرشيكا، عاد من بعد تخلقات الوكاله الخاصه بمرشيكا، وحاليا حنا كنتبعوا التاسيس وكننتظروا التشغيل ديال ميناء الناظور غرب المتوسط اللي غادي يخلق واحد تطور كبير في الميدان الاقتصادي، لان عده مقاولات سواء اجنبيه او مغربيه كتقلب اليوم على المناطق فين تدير المصانع ديالها. وكيف ما لاحظتوا هذه واحد 15 يوم في الناظور راه دار واحد الاجتماع كبير ما بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين ديال الجهه ديال الاندلس مع المسؤولين ديال مدينه الناظور ومع الغرفه، وهذا كان المجتمع المدني هو اللي كان وراء هذا اللقاء الكبير واللي هو مدعم من طرف الوكاله اللي هو جمعيه الشباب المتوسطي. هاد المستثمرين بينوا الرغبه ديالهم في الاستثمار داخل مدينه الناظور وخاص وجواره كمنطقة الدريوش كذلك، لأنها تعتبر كذلك مدينة مجاورة لمدينة الناظور، وتغري المستثمرين للاستثمار ولكي نصل إلى التوجهات والتطلعات اللي كيسعى عليها جلالة الملك واللي كتسعى عليها ساكنة مدينة الناظور، واللي غد تجعل المدينة ديال الناظور هي القطب الاقتصادي، هي القاطرة ديال التنموية لجهة الشرق وللجهات المجاورة لها.